عقدت جمعية الصحفيين البحرينية جمعيتها العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد في الدورة الجديدة. وقد استعرضت الجمعية العمومية التقريرين الأدبي والمالي، ثم تم اختيار رئيس وأعضاء المجلس الجديد الذين فازوا بالتزكية. إدراكا لأهمية الرسالة الصحفية ودورها التنويري في دفع عجلة البناء والتنمية الشاملة في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، وحماية لحقوق أبنائها الإعلاميين والصحفيين بمختلف مجالاتهم، عقدت جمعية الصحفيين البحرينية اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة عامين. احنا اليوم نجتمع في الجمعية العمومية لجمعية الصحفيين البحرينية على أساس أن اليوم ننهي هذه الفترة، نبتدي الفترة الجديدة. الكل يعلم أن المجلس الإدارة صار في تزكية ورئيس جمعية صار تزكية، هذه مرحلة أخرى إن شاء الله، وهذا تحدي طبعا، لكن مرحلة أخرى احنا نتطلع لهذه المرحلة ونتطلع هذه التحديات والصعوبات. الجميل في المجلس بأن هناك دماء شابة جديدة جدا دخلت المجلس، في أمور كثيرة نستطيع أن نحققها إن شاء الله خلال هذه السنتين، من ضمنها تعديل النظام الأساسي، قانون النظر في قانون الصحافة والإعلام. اليوم لما نشوف كتاب وصحفيين بحرينيين متجمعين في الجمعية العمومية عشان يتكلمون عن أهدافهم، عن طموحاتهم، عن احتياجاتهم، هاي التجمع يجمع كلمة الصحفي تحت مظلة واحدة. أعضاء مجلس الإدارة الجديد أكدوا أن الإدارة الجديدة سوف تعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل الحفاظ على حقوق الصحفيين والإعلاميين، ومواصلة لما بذله المجلس السابق لكي يرتقي الأداء الصحفي والإعلامي في مملكة البحرين. أمانة اليوم صف الجسد الإعلامي في مملكة البحرين يعتبر الصف الأول اليوم نشوفه اليوم، خصوصا في وسط يعني الأحداث اللي تصير في المنطقة. اليوم لابد أن احنا نركز على هذا الوسط ونركز على هذا الجسد الإعلامي، وإن شاء الله أن احنا نقدر أن احنا نواصل في المرحلة القادمة بتغيير وإضافة بعض الاستراتيجيات، ومنها يمكن دعم بعض الملفات اللي وقفت خلال صراحة الفترة اللي راحت، منهم على سبيل المثال ملف المدينة الإعلامية أو الإسكان الإعلاميين، رايح نتناول هذا الملف إن شاء الله في الدورة القادمة، بالإضافة إلى إن شاء الله نقدر خلال هاي السنتين تفعيل كادر الإعلاميين. كان الاجتماع تم عرض فيه اللي هو تقرير الأدبي والتقرير المالي، تمت في بعض النقاشات وكانت يعني صار طرح بعض الأهم والنقاط اللي تهم الصحفيين واللي تهم الجسم الصحفي، وحاليا يعني تم تشكيل لجنة لرؤية وإعادة النظر في النظام الأساسي. هذا وناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع التقريرين الأدبي والمالي، كما تم تشكيل لجنة لمراجعة النظام الأساسي، حيث تم رفع عدد من التوصيات للجمعية العمومية للتصويت عليها. اجتماع خرج بتوصيات أخيرة تهدف إلى حماية الجسد الصحفي والإعلامي، تطوير مهاراتهم وتحسين أوضاعهم. طلال نايف من مركز الأخبار تلفزيون البحرين.